بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه باحسان الى يوم الدين الاحباء الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متعنا الله جميعا بالصحه والستر والعافيه ورحمه البال اللهم امين حلقتنا النهاردة بأمر الله تعالى بنصنع فيها مع بعض صابون بزيت الزيتون بطريقة سهلة جدا وبمقادير بسيطة جدا زي ما احنا بننوع في الحلقات المختلفة في تصنيع الصابون دي البداية الفعلية بالنسبة لي على المستوى الشخصي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي بستخدم فيها منقوع ورق ثمار الزيتون في تصنيع المعادلة الأساسية لتصنيع الصابون عارفين إن معادلة الصابون عبارة عن ثلاث عناصر أساسية مهمة جدا بتالي عناصر فرعية برضو مهمة جدا بتكمل العناصر سائل وسدكاويه ودهون السائل هنا عندي مفتوح بيبدا من الميه العاديه والميه المقطره وكل بقى السوائل المختلفه اللي احنا بنعملها ونعملها ان شاء الله في حلقات قريبه جدا بامر الله تعالى الدهون برده مفتوحه بالنسبه لنا سواء الدهون الحيوانيه بتتمثل عندي دهون السائله اللي هي كل انواع الزيوت على اختلاف انواعها وافضلها زيت الزيتون والدهون اللي هي شحوم الحيوانات او الشحوم والدهون المختلفه على كل انواعها المختلفه سواء دهون حيوانيه او دهون نباتيه بنقدر نستخدم في عنصر ثابت ما بقدرش اغيره يعني احنا غيرنا الميه غيرنا الدهون لكن في عنصر ثابت هو الصودا الكاويه يبقى انا عندي العناصر هي السائل الصودا الكاويه الدهون اقدر ابدل وانوع في كل من السائل والدهون ما اقدرش ابدل وانوع في الصودا الكوية لان هي الاساس بعد كده تجي تيجي بقى مراحل تانية هنتكلم عنها ان شاء الله في سياق الحلقه طيب هنا منقوع ورق الزيتون الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بزيت الزيتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الدهن ودهن الدهن فانه من شجره المباركه شجره مباركه ورقها الثمار بتاعتها او الاخشاب بتاعتها هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقات جايه وهنتكلم عنها ان شاء الله بمعلومات مختصره في سياق الحلقه بامر الله تعالى. ده الشكل المبدئي اللي هيطلع لي من الصابون اللي احنا هنعمله ان شاء الله، ليه؟ لان عندي ورق منقوع ثمار آه الزيتون آه بيديني اللون الزيت اللي احنا شايفينه ده، مع الزيت انا ركناه فانا سمعت النصيحه من اهلنا في بلاد الشام، وجه للجميع التحيه والتقدير، آه بيخزنوا الزيوت من السنه للسنه زي ما احنا بنخزن الزبده، بيستخدموه في كل انواع الاطعمه المختلفه، فلما بيجي الموسم الجديد باذن الله تعالى بياخدوا المخزون دون بيعملوه في الصابون، فكل ما بيقعد عندي واحنا أنا قلنا في حلقات قبل كده كل ما بيقعد عندي الصابون او زيت الزيتون او اي انواع الزيوت فتره طويله بيديني نتيجه افضل في صناعه الصابون وهنكمل مع بعض الفقره الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلنا في المقدمه دي البدايه الفعليه ان احنا بنستخدم اوراق الزيتون في ان احنا بنستخدمها في صناعه الصابون زي ما احنا شايفين وده الشكل المبدئي اللي يطلع معانا زي ما قلنا برده في المقدمه بعد كده لون الصابون هيتغير تلقائيا في الفتره الزمنيه اللي احنا قلنا ستة اشهر بنستخدمش الصابون قبل ستة اشهر عشان يبقى في التفاعل تم ما بين المكونات المختلفه بين الصابون والصودا الكاويه وتديني نتيجه فعاله احنا لو استخدمناها مباشره اولا هيحرق الايد في الاستخدام بيطلع لو احنا حتى لما بنيجي نغسل الحاجه اللي بنعمل فيها الصابون بيطلع حاجه زي الجليسرين الرغوه بتبقى عامله زي الجليسرين فبيكون ما بنيجي نرغب بنبقى عاملين زي الدهننه كده بتاعه الجليسرين فكده بنسيبه ست اشهر الست اشهر دي ان شاء الله بيكون بعد كده بنستخدمه عادي جدا بامر الله تعالى ان شاء الله بيكون امن على البشره والاستخدامات المختلفه لصناعه الصابون اوراق الزيتون فوائد كتيره ومتنوعه, ومتنوعة متعدده حاليا العلماء بيعكفوا على ان هم يعملوا منها علاجات لامراض مختلفه صعب الوصول الى علاج مباشر, مباشر ليها، ربنا يشفي كل مريض ويعافينا على في اخطرها الايدز حاليا بيبقى في بعض المؤشرات الايجابيه ان ليه دور فعال في علاج الايدز، ففوايد كثيره جدا جدا والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالزيتون سواء زي ما قلنا ورق او ثمار او شجر او زيت الزيتون. طبعا هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقات القادمه وهنشوف منتج الزيتون اللي احنا عملناه او زيت الزيتون اللي احنا عملناه السنه دي بامر الله تعالى وهنتكلم هو هنقدر ان شاء الله نتعرف اكتر بطريقه نظريه عمليه على الدهون اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقات المختلفه زي ما قلنا ان الزيتون موسوعه سواء الزيوت او الفوائد المختلفه فوائده سواء مخلل او ان احنا بنستخدمه في الزيوت فوائد لا تعد ولا تحصى القيمه الغذائيه بتاعته فعاله جدا آه حلو جدا للبشره وللشعر وللهضم والقولون العصبي وكل اجهزه الجسم الداخليه والبشره والشعر وقلنا بيشيل النمش والبقع البني فوائد جدا 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 متنوعه نقدر نستفيد منها آه احنا اهم حاجه بالنسبه لنا في صناعه الصابون منقوع اي عشب او اي ثمار نقدر نستفيد منه آه بيديني قيمه فعاله في التطهير والتعقيم للصابون آه بنستخدم قشور الليمون كلنا بنستخدمها في التطهير والتعقيم والصابون بانواع مختلفة هنبدأ بقى هننوع في السوائل وعملنا حلقه عن ان احنا دخلنا ميه المنقوع ورق الزيتون في حلقات عملناها مع زيت النخيل هنبدا برضو ندخله في حاجات كثيره ونتكلم عنه بصوره اوسع في حلقات قادمه وهنبدا مع بعض المقادير وتعالوا مع بعض الخطوه الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدا نتكلم عن المقادير احنا عايزين نشوف زيت الزيتون اللي احنا بنعمله زيت الزيتون فيه شوائب زي ما قلنا سيبناه فتره طويله ستة اشهر 7 اشهر سنه فبيبدا عندي زيت الزيتون بيكون فيه شوائب زي ما احنا شايفين الشوائب دي هي الدهون بتاعه زيت الزيتون اللي موجوده عندي مش هينفع اصفي زيت الزيتون واقول شوائب ممكن اتخلص منها لا ده جزء اصيل هي دي الدهون اللي موجوده عندي في زيت الزيتون انا عندي زيت الزيتون عباره عن ثمار الزيتون وزيت دوار الشمس بتاخد فتره من الزمن لحد ما يحصل لي او يتكون لي عندي زيت الزيتون فبيحصل لي ان الثمره ذات نفسها الشوائب او التكتلات بتاعتها بتنزل في الزيتون فحبينا نشوف النقطه دي وهنرجع مع بعض الخطوه الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم آه برضه هنشوف الميه بتاعت ورق الزيتون اللون غامق نفس لون الزيت بالظبط انا هنا ببدا اعاير الكميه اللي قلنا عليها او هنقول عليها ان شاء الله في المقادير الكميه السائل اللي انا عايزاها عشان ادوب فيها الصودا الكوي الميه دي بتحتوي على جزء ضئيل من الدهون يبقى احنا شفنا في الفقره السابقه الدهون او الشوائب الموجودة عندي في زيت الزيتون آه موجوده آه جزء اصيل في الزيت آه هنا بنستعرض لون الميه بتاع الورق الزيتون وهنبدا نتكلم عن المراحل والخطوات والمقادير وتعالوا مع بعض الخطوه الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا نستعرض مقدرنا البسيطه جدا في صناعه الصابون عندي 125 جرام من الصودا الكاويه عندي كيلو جرام من زيت الزيتون اللي احنا قلنا سبناه يعتق وعندي 300 جرام من ميه منقوع ورق الزيتون المقادير دي اساسيه او المعادله الاساسيه الصودا الكاويه والدهون والسائل وفي اضافات مهمه جدا هي معلقه السكر ومعلقه الملح ممكن اضيف مثلا جليسرين او اضيف اي اضافات تانيه يفضل او من مصدره الصابون زيت الزيتون من الافضل ما يبقاش فيه لون ولا ريحه بالشكل الخام بتاعه اللي احنا متعرفه عليه بالمكونات الخام بتاعته اللي هو زي ما احنا شايفين زيت الزيتون والسوائل اللي احنا اتكلمنا عنها عشان بيدينا قيمه عاليه جدا في التطهير والتعقيم زيت الزيتون انا بسيبه بس فتره طويله احنا عشان نسيبه فتره طويله بعمل كميه كبيره من الصابون لما ابدا بقى ان شاء الله بعملها في درجة حرارة أقل من 30 في بداية فصل الشتاء بيبقى أفضل الأشهر في صناعة الصابون بتاخد وقتها تماما في التصبن وإنها بتاخد وقتها 6 أشهر تماما فأنا بعمل كمية كبيرة أه بعملها بستهلكها وبل ما بستهلك مثلا تلات تربع الكمية بيبقى في الربع الربع اللي موجود عندي دون بتكون الزيوت اللي عندي ابتدت تتعتق انا بعتق الزيوت سواء الزيوت دوار الشمس زيت جوز اي نوع من انواع الزيوت المختلفة اللي احنا بنعمل منها الصابون احنا بنركز على زيت الزيتون كل ما بيقعد بيتقل عندي اكتر بيكون تركيزه اكتر عشان كده بستخدم 300 جرام من الميه على ال 125 جرام من الصودا الكوي وبضيف معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الملح الملح بيعمل عمليه التصبن بيخلي لي صابونه صلبه وقلنا ان السكر جزء اصيل واساسي زي اهلنا الكرام في بلاد الشام بنوجه للجميع التحيه والتقدير ان هم اساسيهم السكر في صناعه الخل التفاح او اي نوع من انواع الخل بيعمل لي عمليه تخمر للخل بيعمل عمليه تصبن للصابون بيساعد على الرغوه وكمان مطهر ومعقم ومده حفظه طبيعيه بضيف برضو بقى خلي التفاح معلقه بدي في الاضافات اللي هي بتدعم لي القيمه الفعاله للتطهير والتعقيم للصابون يبقى احنا كده اتكلمنا عن المقادير البسيطه جدا واهم حاجه ان احنا بنستخدم منقوع الاعشاب او الاوراق مثلا الخضار والفاكهه كل الحاجات الفوائد والقيمه الغذائيه العاليه للاوراق او القشور المختلفه قشور البصل الكركديه اي قشور عندنا بت تديني لون وعارفه فوائدها الغذائيه اقدر استفيد منها في صناعه الصابون نفس الفوائد دي هستفيد منها ان شاء الله في صناعه الصابون وتعالوا مع بعض للطريقه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بنبدا ننزل بالسوائل زي ما احنا شايفين فيها جزء ضئيل حوالي عشرة في المية من الزيوت جزء ضئيل على حد التقدير بنفس اللون زي زيت الزيتون بالظبط عندي ورق منقوع الزيتون بنفس اللون بتاع زيت الزيتون بحط 300 جرام من الميه عشان هنحط الصودا الكاي احنا هنا استخدمنا السائل ورق الزيتون واستخدمنا الزيت انا بصفي السائل باخد المقدار اللي انا عايزاه بعد كده بجدد السائل بحط مية جديدة على ورق الزيتون ما ينفعش ان احط المية على ورق الزيتون واستخدمها تاني يوم لازم تقعد فترة طويلة عشان تبدأ تديني منقوع وتديني لون قوي وتديني الفوائد والقيمة الفعالة لما ابدأ استخدمها تاني في الصابون يبقى دي معلومة مهمة لازم انقع المية فترة طويلة بورق الزيتون عشان تكتسب اللون بتاع زيت الزيتون هننزل بقى هنا بال125 جرام من الصودا الكاوية اللي احنا حطيناها على التقديم بتاع الصابون الزيتون اللي احنا قلنا عليه عندي 125 جرام من الصودا الكاويه 300 جرام من الميه كيلو جرام من الزيت الزيتون اللي احنا راكنينه او المعته لو احنا لاحظنا ان الصودا الكاويه غيرت الميه بتاعت ورق الزيتون في تفاعل بيبدا يكتسب لون مختلف الصودا الكاويه بتكتسب الانواع المختلفه في بدايه التصنيع فقط وزي ما قلنا لما بيقعد يجيب في الصابون 6 اشهر اللون بيرجع لطبيعته تمام. قلبنا الميه في الصودا الكاويه هنسيبها تبرد تماما ونرجع مع بعض بعد ما تبرد للخطوه الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم آه بعد المية الصودا الكوية ما بردت تماما بحط بقى الاضافات بتاعتي بحط السكر بحط الملح بحط الجليسرين وببدأ اقلب كويس جدا انا بضيف الحاجات المطحونة عندي اللي هي السكر والملح قبل ما ابدأ انزل المكونات عندي على الزيت هنقلبها كويس جدا ونرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما بردت الميه تماما حطينا عندنا المكونات بنبدا بقى نحط هنا معلقه كبيره من خل التفاح اللي احنا عملناه برضه في البيت بحط معلقه من السكر معلقه من الملح معلقه من بيكربونات الصوديوم معلقه من ملح الليمون عايزه احط اي اضافات انا مستحبه بالنسبه لي بحطها بس دي الاضافات الاساسيه هنقلبها كويس جدا ونبدا نحطها على الزيت وتعالوا مع بعض الخطوه الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا ننزل بالصودا القويه على الزيت زي ما احنا شايفين اول ما بنبدا ننزل بالصودا الكوي على الزيت الزيت بيحتوي على الدهون اللي هي لونها الغامق اللي عامله زي الشوائب هتبدا عندي عمليه التصبن الاوليه قبل حتى ما ابدا اقلب بالخشبه اللي موجوده عندنا زي ما احنا شايفين ده اللون البني دي عباره عن الدهون اللي موجوده شايفين بيزيد ازاي الموجوده في الزيت ان شاء الله في حلقات جايه هنفتح مع بعض الزيتون احنا عملنا منه الزيت في الموسم ده باذن الله تعالى وهنشوف كل المراحل دي بامر الله تعالى انا هنا ببدا اقلب بتاخد حوالي من تلت ساعه لساعه الا ربع الطريقه البدائيه هي من افضل الطرق لتصنيع الصابون بعمل عمليه تفاعل طبيعي ما بين الصودا القوية والزيت والمكونات المعادله اللي احنا اتكلمنا عنها بتاخد وقتها هي طويله شويه الى حد ما بس بتبقى تديني نتيجه على اعلى درجه من الجوده خلاف بقى الخلاطات والحاجات اللي احنا بنعملها هنبدا بقى نقلب وبعد كده نرجع للخطوه الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم قلبنا حوالي عشر دقايق سيبنا المنتج يرتاح عندنا زي ما احنا شايفين فهنا حصل لي بقى في سمك الصابون عندي ابتدى يتحول الى سمك بياخد عشر دقايق بنقلب له بنرجع له لحد ما يحصل لي او يحصل عندنا الاثر الطريقه اليدويه دي من افضل الطرق زي ما قلنا في مصانع قائمه على الطريقه اليدويه كل ما بيقلب بيدي فرصه طبيعيه للتجانس والتفاعل ما بين مكونات الصابون المختلفه من السائل والصودا الكاوية الزيت. هنبدا بقى نقلب لحد ما يبان عندنا الاثر حوالي تلت ساعه ونرجع مع بعض الخطوة الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم قلبنا حوالي ساعة إلا ربع عشر دقايق بنقلبه وبنسيبه يرتاح شوية بنرجع له لحد ما يحصل معانا أو يتكون عندنا الأثر زي ما احنا شايفين من بداية تصنيع الصابون لحد ما احنا شايفين كده واخد اللون الزيتي زي ما قلنا في بداية الحلقة الصودا الكاوية بتكتسب اللون والريحة مبدئيا لكن بعد كده ما بتبدأ تجف بتبدأ الألوان والأشكال بتتغير وهنرجع مع بعض الخطوة الجاية إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم آه زي ما احنا شايفين الاثر بان اثر بان يعني ايه يعني ابتدى يديني السمك بتاع الصابون اول ما برفع المعلقه او الخشبه وبنزل جزء من الصابون زي ما احنا شايفين بيترك اثر آه بيترك اثر زي الكريمه لما بنيجي نضربها في الكبه او بنضربها في الخلاط زي ما احنا شايفين خلاص كده الصابون جاهز عندي ان احنا نصبه آه بحضر القوالب ونرجع مع بعض نصبه ونرجع مع بعض الخطوات الجايه ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم حطينا الصابون في القوالب زي ما احنا شايفين احنا عملنا الصابون بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا اللون ده كان المبدئي بالنسبه لنا تاني يوم بعد الصابون ما جف ابتدى الصابون يبقى لونه ابيض بيرجع السبب في ايه ان في البداية عمليه التصبون او المعادله الصابونيه اللي احنا بنعملها الصودا الكاويه ما فيش لسه تفاعل حصل فبتاخد اللون والريحه الى حد ما بس اللون بيبقى قوي يعني انا حطيت مثلا قشور الليمون حطيت مثلا الكركديه البنجر اي حاجه بحط بتكتسب اللون بتاعها في الاول اول ما بيبدا ينشف الصابون والتفاعل يتم على مدار الست اشهر بامر الله تعالى لا من ثاني يوم اللون بيختلف بيرجع للون الابيض عشان كده الصودا القويه بتتحط في عمليه الغالية. اهلنا الكرام في على مدار العصور في الغسيل اليدوي اللي هو على الباجور او اللي بيغلوه يدويا او في الغسالات العاديه او الاوتوماتيك كانوا بيحطوا الصودا القويه اللي بتمتصلي الروائح بتشيلي العرق بتشيلي الاصفرار في الملابس القطنية الداخلية بتشيل كل الألوان الغير مستحبة أو الروائح الغير مستحبة في الغسيل فبتمتص الألوان والروائح هنا برضو في الغالب هي لسه ما فيش تفاعل حصل فواخد لي اللون الأخضر لون الورق المنقوع ولون زيت الزيتون تاني يوم ان شاء الله بعد ما عملت الحلقة على طول ابيض لا لون ولا ريحة في الصابون طب بيرجع ده كده لايه بيرجع ان ابتدت الصودا الكوية يبقى في احصل فيها التفاعل فالتفاعل اول ما ابتدى يتم كانت الصودا الكاوية هي الغلبة على المعادلة الصابونية اللي موجودة عندنا ابتدت هي تبقى اه تسيب اثر اقوى فعشان كده بيبقى في لون مخصوص الألوان للصابون الالوان المخصوصة للصابون وفي روائح وزيوت مخصوصة للصابون الروائح دي بتبقى قوتها بتفوق قوه الصودا الصودا القويه فعشان كده بتبقى هي الغلبة على العمليه الصابونيه او المعادله الصابونيه اللي بتحصل فعشان زي الصابون الجاهز بالظبط بيبقى ليه لون وريحه بيبقى في معادلات دي نتيجه جهود على مر العصور المختلفه مع التكنولوجيا مع القيمه العلميه بيبقى في كل ما الواحد بيمارس المنتج سواء يدويا او مثلا في المصانع او في المعامل بيبقى ان شاء الله بيبقى في نتائج زي ما احنا شايفين احنا ان شاء الله ممكن نستعرض الصابون دون احنا كده بنبدا آه نفتح آه افق ان احنا بنستخدم السائل آه بنخرج عن نطاق الميه ناخد كركديه ناخد كركم ناخد ورق الليمون او الشور الليمون اي حاجه طبيعيه او اي اعشاب طبيعيه الصابون اللي, اللي بيدخل فيه المكونات دي بيكون غالي جدا في القيمه السعريه وغالي جدا في القيمه الطبيه تطهير وتعقيم وتنظيف للبشره وللشعر آه احنا عملنا الصابون بطريقه سهله جدا وبسيطه ولحد ما نتقابل في منتج جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته